حكم حلق الشارب هل يأثم؟ لا يأثم، ولكنه من خوارم المروءة. قال مالك إن حلقه مثلى، وقال في بعض الروايات عنه إن حلقه يؤدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولم يأمر بحلق الشارب. أما حديث الفطرة خمس ورواية حلق الشارب فرواية شاذة، والصواب قص الشارب، والله أعلم.